إن هديناه السبيل، لما ربنا عز وجل أضاء لنا الطريق وأبانه لنا وهيأه لنا وجعل له العلامات وعليه المنارات وجعل هداة يهدون الناس إليه وهم الأنبياء، فحال الخلق مع الوحي والرسالة كحال ملك، كحال ملك أرسل قوما، أرسل قوما ليرعوا إبله وليقوموا بما أمرهم به. الناس دول أخذوا بقى الإبل والبقر والحياة دي كلها ومشوا في الصحراء، وهم ماشيين في الصحراء وجدوا أرانب وغزال، وجدوا حدائق وجنان، فسابوا الأوامر والنواهي بتاعت الملك وتشغلوا فين؟ في صيد الغزلان والأرانب. الملك كان رحيما بهم، لم يعاجلهم بالعقوبة، بل أرسل إليهم رسولا من طرفه من جهته ومعه كتاب يذكرهم بأوامره ويذكرهم بنواهيه، فأخذ هذا الرسول يصيح بهم ويذكرهم بأوامر الملك، فمنهم من رجع وأناب، ومنهم من استمر في طغيانه فلم يرجع. ثم بعد ذلك أرسل ذلك الملك جيشا عرمرما لا يرد ولا يقهر ولا يؤخذ ولا يهزم. هذا الجيش طبع الناس دول، الناس المطيعين اللي اشتغلوا في طاعة الملك أخذهم وداهم للملك، والناس العصاه المتمردين التايهين في الصحراء اللي عايشين يجرم ورا الأنادب والغزلان مسكهم وداهم للملك. لو أن ذلك الملك عاقب المخالفين الذين تركوا أوامره أيكون بذلك ظالما؟ كلا والله. يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تأمل، شاكرا اسم فاعل، وكفور فعول وصف يدل على الكثرة، زي قتول وصف يدل على الكثرة. ثم هذه الكثرة إما أن تكون مبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة. في الشكر أتى باسم الفاعل للدلالة على مجرد الفعل. يبقى الناس في باب الإحسان وباب الطاعات شاكرين، يبقى الإنسان في باب الطاعة ومقابلة إحسان الملك بالشكر هو شاكر. طيب في باب الإساءة والمعصية والتمرد والتجبر والطغيان هو ماذا؟ كفور. لو أنت جبت ورقة وقلم حتى تصدق هذه المسألة، ودي لفتة دقيقة، كتبت فيها طاعتك وحسناتك وخيرك وجودك وكرمك وكل الحاجات الجميلة اللي بتعملها دي، وحطيت في الجانب الثاني عندك الشمال بلاويك، معاصيك وأخطائك وكل الأشياء التي ترى أنك خالفت فيها شرع الله عز وجل. خبروني بالله عليكم، يا ترى لو حطينا الاثنين على كفتي ميزان، الطاعة التي هي شكر لله عز وجل على نعمه وامتثال الله تبارك وتعالى في أمره، حطناها في كفة، وحطينا معاصينا وحطينا هزلنا وحطينا تنكرنا وجحدنا ومخالفتنا في كفة تانية، يا ترى نهي اللي ترجح؟ ما الذي يرجح؟ اللي يرجح قولا واحدا كفة المخالفة. يبقى كفة الموافقة والشكر تبقى ضعيفة، وكفة المخالفة والشقوة
أكثر. فعبر ربنا عز وجل عن ذلك المعنى بقوله فجعلناه، الجعل هنا بمعنى الصيرورة، فجعلناه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، ونعوذ به سبحانه أن يجعلنا من الجاحدين أو الكافرين. نسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا لأصلح الأقوال وأنفع الأفعال، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين.